توقعت جوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السفر والسياحة العالمي أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة 7.16% لتبلغ أكثر من 236 مليار درهم خلال العام الحالي، مقارنة مع 219 مليارا و700 مليون درهم في 2023. ويسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.17%، وسيوفر القطاع قرابة 333 ألف وظيفة بحصة تتجاوز 12% من إجمالي الوظائف بالدولة خلال العام الجاري.